تنزل دلوقتي مقاديرنا مقادير حلوى السميد بالبسكوت، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى عبارة عن إيه؟ كوباية سميد، كوبايتين حليب، نص كوباية سكر وفانيليا. سهلة وبسيطة. التانية نفس الأولى بس زايد عليها معلقتين كاكاو. الطبقة التانية زايد عليها هي كوباية السميد، كوبايتين حليب، معلقتين كبار كاكاو، نص كوباية من السكر وفانيليا، ومزودين عليها 2 باكت بسكوت، وممكن يكون باكت واحد على حسب حجمه اللي احنا جايبينه. التالتة هي الطبقة التانية، هي الطبقة الأولى اللي هي كوباية سميد، كوبايتين حليب، معلقة صغيرة زعفران بودر عشان احنا محتاجينها بلونها الأصفر، ونص كوباية سكر وفانيليا. يبقى الثلاث طبقات زي بعض. خلونا في الأساس اللي هو ايه؟ كوباية سميد، كوبايتين حليب، نص كوباية سكر وفانيليا، ده الأساس بتاعنا. التانية نيجي لها هو المقدار الأولاني، كوباية سميد، كوبايتين حليب، نص كوباية سكر وفانيليا، زودنا معلقتين كاكاو ومعاهم البسكوت. الطبقة التالتة كوباية سميد، كوبايتين حليب، نص كوباية سكر، رشة الفانيليا ورشة زعفران بودر عشان احنا محتاجين لونها يكون أصفر. طيب هو احنا يا نونا كل حاجة هنعملها لوحدها؟ تعالوا بقى نسهل على نفسنا الدنيا كده، ربنا يسهل أمورنا كلها يا رب. بس قبل ما أبدأ إن أنا أنشغل في الحلوى بتاعتنا لازم نبقى متابعين الدنيا في الفرن عاملة ازاي. طيب عندي اهو الحليب، هعمل ايه؟ بصوا كده عندي الخلاط قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الحليب بتاع الطبقة الاولى، وادي الحليب بتاع الطبقة التانية، وادي الحليب بتاع الطبقة التالتة. كده جمعنا الحليب كله مع بعضه. ايه العامل المشترك بين التلاتة؟ السكر. ادي السكر بتاع الطبقتين الاولى والتانية، وادي التالتة. ايه تاني مشترك؟ الفانيليا. ادي الفانيليا بتاعت التلات طبقات اهي. ايه تاني مشترك؟ السميد. ادي التلات كوبايات سميد. تمام كده؟ تمام كده. يبقى احنا كده جمعنا الثلاث طبقات كلهم مع بعض في الخلاط، وهضرب ده كله مع بعضه علشان يبقى خليط ناعم، وهجيب حلة واحدة كبيرة علشان اجمع فيها كل ده، بدل ما اجيب ثلاث حلل واعمل مواعين كتير، لا انا هجيب حلة واحدة ناقص الطبقة التانية كاكاو وبسكوت، والطبقة التالتة زعفران. بس هضرب دي ونحط الحلة بتاعتنا تسخن على النار. علشان ايه؟ علشان مجرد ما نضرب تكون الحلة بتاعتنا سخنة، ننزل عليها على طول الخليط بتاعنا يتقل، الخليط يتقل. طب احنا المفروض في ثلاث طبقات، وفي طبقة فيها كاكاو وفي طبقة فيها اصفر، هنعملها ازاي؟ هوريكم دلوقتي بأسهل طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا كل ده مع بعضه، وهبدأ دلوقتي الحلة اهي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، عينيا الاتنين حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده، وهقلبه شوية على النار لحد ما القوام بتاعه يبدأ ان هو يتقل. وكل اللي هحتاجه تلات بولات او بولتين، مش تلات بولتين، هقسم فيهم الخليط دوت على اتنين، جزء هحط له الكاكاو والجزء التاني هحط له زعفران البودر. ونجيب القالب بتاعنا وندهنه زيت على خفيف ونبدا نجمع الطبقات بتاعتنا. السميد بتاعنا الشكل بتاعه اللي هو ده كده، هنقسمه على تلات مراحل، تلات مراحل او تلات كده اهو بالتساوي. بصوا بقى القالب بتاعنا اهو اللي احنا ايه ده، هنا زيت على خفيف. تمام كده. طيب عندي الكاكاو وعندي الزعفران، هروح جايه كده لهنا معلقه ميه او معلقتين، وهنا معلقه ميه او معلقتين علشان يدوبوا معانا، وفي نفس الوقت لو حطيتهم وهم كده هيكتلوا معانا جوه السميد نفسه، وانا مش عايزه حاجه زي دي. بصوا كده اهو ده دوبناه، اروح عامله كده بالشكل ده. بصوا يبقى ناعم خالص كده، الخليط ناعم معانا بالشكل ده.
طيب ادي طبقه ودي الطبقه الثالثه الاخرانيه بتاعتنا، نركنها على جنب. قبل ما نعمل الطبقه الثانيه انا عايزه ابص على في الفرن. تمام كده معانا، واللي هي في الصينيه لوحدها اهي لو هي مدوره اهي، نسيبها تهدى خالص ومش هنفضيها دلوقتي. الطبقه الثانيه فيها ايه؟ فيها اللي هي الكاكاو، حبه الميه ودوبنا الكاكاو خالص كده اهو، ونبدا نجمع مع السميد بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش ان هو تقيل كده، لا هو ده كده القوام بتاعه. بص اهو مجرد ما بنفكه تاني اهو علشان يمسك معانا في القوالب بتاعتنا، نخلط كل ده كده عشان يبقى لون واحد بالشكل ده. بقى عندنا اصفر وبني، وادي الطبقه الاولى اللي هي الابيض. نيجي بقى نجمع القالب بتاعنا. القالب بتاعنا احنا قلنا ان هو فيه زيت، عايزه اثبت صوله ناشفه شويه عشان ابدا ان انا اعمل. بصوا كده ابدا ان انا احط اول طبقه. واحنا يا نونا لما نيجي نقلب القالب بتاعنا هيتقلب بكل سهوله؟ اه هيتقلب بكل سهوله عشان دهنه الزيت اللي احنا حطيناها في الارضيه. ومش شرط ان الطبقه الاولانيه تكون كبيره، مش شرط ان الطبقه الاولى اللي في الارضيه تكون كبيره. يعني ايه كبيره؟ يعني تقيله او سميكه زياده عن اللزوم. لا بصوا اهو بالشكل ده كده، دي انا عايزاها تكون خفيفه، واللي في النص هي الاتقل، واللي فوق خالص تبقى متوسطه. ليه اللي في النص الاتقل؟ علشان هي اللي هيتعمل فيها البسكوت بالشكل ده كده. الطبقه الثانيه بصوا كده اهي، بالشكل ده كده بنحط الكمية كلها. كل الكمية منسيبش منها اي حاجة، ونعمل كده. كده بنساوي كله مع بعضه عشان الفراغات بتاعة القالب نفسها. طيب ايه كمان يا نونا؟ فاضل الطبقة التالتة اللي هي الصفرة. بس قبل الطبقة التالتة اللي هي الصفرة هنروح حاطين البسكوت بتاعه. بصوا اهو ننزل كده، وادي البسكوت. بصوا كده بنبدا ان احنا نغرز البسكوت بتاعنا كده داير ما يدور في القالب بتاعنا. طب هو احنا اللي احنا بنعمله ده يا نونا ما ينفعش في قالب مربع مثلا؟ ينفع زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك وظفيه كده اهو بالشكل ده. فاضل ايه؟ فاضل الطبقه الثالثه بتاعتنا اللي هي الصفرة. بالشكل ده كده. طب لقيتها نونا وانا شغاله مسكت معايا شويه، ما فيهاش اي مشكله. حبه ميه صغيرين بس مش كتار علشان ما تسيلش معانا خالص وتخففها، وتيجي لما نحطها في الثلاجه ما تمسكش. المفروض ان القالب دوت بعد ما بنعمله بيتحط في التلاجة ساعتين ثلاثة، ويفضل كمان ان هو يا سلام يا سلام لو اتحط من بالليل لحد الصبح كده لحد التقديم هيبقى معانا حلو قوي. ادي معلقة ونبدأ ان احنا نحط بقى بالشكل ده كده. ليه بحط بين البسكوت الاول؟ علشان لو حطيت من فوق على طول هلاقي البسكوت دوت لما على بعضه وبدا ان هو ما يدينيش الشكل اللي انا عايزاه كده اهو. واحط عليه استريتش من فوق وابدا ان انا احطه في التلاجة يمسك براحته. تاني يوم اروح ابدا ان انا افكه وابدا اقدمه. هحطه في التلاجة طبعا عشان وقت حلقتنا والكلام ده كله، انا هحطه في التلاجة
وهنزله على صفحتنا اول ما يجمد ان شاء الله. طيب.